كما التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مدينة إسلام آباد يوم أمس معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية. وخلال اللقاء نوه معالي وزير الخارجية بمسار العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وما تشهده من تقدم على مختلف الأصعدة في ظل نهج التشاور والتنسيق المتواصل بين البلدين وحرصهما الدائم على تنمية التعاون الثنائي ومساعيهما الهادفة لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم لشعبيهما. وعبر معالي وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لمواقف جمهورية باكستان الإسلامية والتي تعكس مدى رقي ومتانة العلاقات بين البلدين وما تمثله من أهمية استراتيجية لهما، مثمنا الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية في خدمة القضايا الإسلامية وتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم وفي مقدمتها الإرهاب بكل صوره وأشكاله. من جانبه عرب معالي السيد شاه محمود قريشي عن سروره بتواجد معالي وزير الخارجية وزيارته لجمهورية باكستان الإسلامية واعتزازه بما يجمع بين البلدين من علاقات تتسم بالتطور والازدهار، معبرا عن شكره وتقديره للمواقف الأخوية لمملكة البحرين الداعمة لجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا تطلع بلاده الدائم لتطوير كل السبل واستثمار كافة الفرص لدفع هذه العلاقات على جميع المستويات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومعالي السيد شاه محمود قريشي بالتوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.